اهلا بكم من جديد. حلقه جديده من حلقاتنا الخاصه عن نجوم دوله التلاوه في مصر. الحقيقه كل ما اللقاء بيتجدد مع اهل القران يعني الذين يخدمون في دوله الله يبتغون رضاه، ببقى يعني حاسس براحه شديده جدا. مش عايز اقول لهذا الدور اللي الاعلام يعني غاب كتير عنه وبعدين بنحاول ان احنا نعمله، لان احنا اللي متونسين باهل القران ومتونسين بنجوم دوله التلاوه. النهارده يمكن يعني مصادفه قدريه، القارئ محمد فاروق ابو الخير النهارده اخر مرحله كانت في اختبارات الاذاعه واصبح قارئا معتمدا في الاذاعه المصريه، وهو امر في بالنسبه للقراء لو تعلمون عظيم. اهلا بك يا مولاي. مرحبا يا استاذ، والف مبروك. يعني الله يبارك في حضرتك. الظاهر ان احنا وشنا كان حلو عليك. الله يبارك فيك. يعني احنا حددنا يوم الاربعاء مع حضرتك. صدقه غريبه يعني والله. قول لي بقى رحلتك مع احنا قبل ما نبدا طبعا الرحله مع القران نفسه، لكن بمناسبه الاذاعه تمام. الف مبروك يعني على الله يبارك الحكايه دي حاجه كبيره بالنسبه للقارئ القران. طبعا هي غايه كل قارئ، يعني غايه كل قارئ، غايه كل قارئ. بدات بقى ازاي؟ قول لي رحلتك مع الاذاعه. الرحله مع الاذاعه كانت من فتره كبيره، يعني من حوالي تقريبا 5 سنين اتقدمت للاذاعه، وطبعا الحمد لله نجحت في الصوت من اول مره. هو الاختبار الاول اختبار صوت، اول اختبار صوت الحمد لله نجحت فيه من اول مره. تمام. كان الكلام ده سنه 2011. 2011 افتكر مين كان اعضاء اللجنه؟ لا مش فاكر. يعني لجنه الصوت كانت في الاقاليم، وكان امتحاني كان في طنطا، في طنطا، في وسط الدلتا، في وسط الدلتا. وبعدين طبعا انا دخلت استوديو بقى كده، فمش عارف مين اللي مين اللي بي تمام. بيني وبينهم طبعا هم في مكان وانا في مكان تاني، وبيني وبينهم لوح زجاج، فطبعا مانيش فنجحت من اول مره. فالحمد لله نجحت من اول مره. وبعدين تركت الموضوع نهائي، تركته يعني خالص. في ناس بقى يقول لك ده الاذاعه ركنين فلان، الاذاعه لا، الاذاعه بصراحه ما بتركنش حد. انا اللي ركنت. انت اللي ما تابعتش. انا اللي ما تابعتش. تمام. على اساس ان انا طبعا الشغل بياخدنا بقى، النهارده عزا في المكان الفلاني، الشيخ بيفرح بالشغل وكده. ايوه بالظبط. ايوه كل يوم في مكان. فخلاص ما حدش يقول لي الرزق لا يعني. طبعا الشغل خدني، ف ما اهتمتش بالموضوع. الله يكرمه بقى اللي اهتم بالموضوع اكتر، يعني شوف لما يكون حاجه تخصك وغيرك اللي يهتم بيها اكتر، يهتم بيها. فضلت الشيخ قطب الطويل. الله يكرمه. اتفاجئت بيه واخد لي ميعاد في الاذاعه من ورايا، من وراك. وجي قال لي انت ميعادك يوم كذا. فطبعا كده ده امر واقع. وطبعا قبلها انت ما روحش الاذاعه دي. انت الشيخ قطب بالمناسبه يعني انا بعتبره كوالد. والد. والد. يعني انسان حريص على مصلحتك، بيعاملك على ان انت حد من عياله. المهم فخد لي ميعاد، فروحت علشان المفروض ان بعد الصوت قران. اللي هو قران احكام، يعني قران واحكام. احكام. فروحت عشان امتحن قران. قالوا لي معلش يا مولانا، انت المفروض عدى عليك اكتر من 6 شهور، فلازم تاخد صوت تاني، تمتحن صوت من جديد. تمام. في التوقيت ده بقى انا بقى خلاص اللي في راسي ما خلاص مفيش. انا رايح يعني رايح احكام، فامتحن احكام. خلاص بقى قال لي هتمتحن صوت. المهم فاقنعوني ان انا ادخل صوت. قال والله انت برضو قرارك محتفظين بيه كل حاجه، بس عايزين نطمن عليك، انت بقالك 5 سنين ما شفناكش، صوتك زي ما هو. المهم ربنا كرم، دخلت صوت تاني والحمد لله نجحت تاني. اول مره برضه. من اول مره برضه. تمام. الحمد لله. فجابوني بقى من الاستوديو، قالوا لي تمتحن قران في نفس اليوم دلوقتي. طب حلو. دلوقتي. قالوا تمتحن. قلت لهم لا، انت قلت له صوت، ادوني فرصه تانية بقى. فالمهم خدت في الموضوع ده. كان دخلنا على رمضان وسافرت في رمضان لبنان. تمام. واول ما جيت خدت ميعاد. طبعا كانت اللجنه بقى اشتغلت، وفي مواعيد مسبقه طبعا. في زملاء كتير خدوا مواعيد، فكان دوري النهارده. سبحان الله قدرا بقى، يعني حتى الحمد لله فريق الاعداد بيكلمني على الميعاد وقالوا لي من الاربع، طب انا عندي ميعاد في الاذاعه من الاربع، فقلت خلاص مشوار واحد.
حلو من الاذاعه ربك كريم وهي نصيب. طيب. ربنا كريم معانا كان الف مبروك البرنامج وشه حلو علينا الحمد لله. قريت ايه بقى النهارده؟ قريت ايه؟ لا مش النهارده كان امتحان قران في القران كله. انا فاهم يعني يعني بس قريت، ما انت قريت النهارده مش كده ولا ما قريتش؟ لا مش قرات، لا امتحان قران بيمتحنك في التسميع في الحفظ. في الحفظ في الحفظ جيب بقى القران من اوله لاخره بقى، واحكام تجويد والمد ده ايه والحكم ده ايه. ايوه كده. مولانا بس قريت. لا ما بتقراش بقى. ما بتقراش؟ قرات ده في امتحان الصوت. في الصوت ده بتفتكر قريت ايه في امتحان الصوت؟ امتحان الصوت لا مش فاكر. ما انا بقى اقول لك جر قراءه يعني كل ده جر قراءه يعني انا بقول لك يعني. قريت النهارده تقول لي لا فاكر الصوت. لا هو طبعا طبعا علشان امتحان صوت وبتطلع قدراتك في الصوت انت لازم تجيب حاجه يعني اللي بنقول عليه السهل الممتنع. اللي هو بالنسبه لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس جنات الفردوس نزلا اخر طيب. سوره الكهف فطبعا تم من اقراها. انت كده بقى جر رجلك. انا قاعد اقول لك جر قراءه اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. فتح الله عليك. الله يكرمك حبيبي. الرحلة بدأت ازاي بقى مع القرآن؟ كده انت اصلا من مواليد الدهلية المنصورة؟ انا مقيم في كفر الشيخ الان
مقيم في كفر الشيخ، لكن من مواليد الدقهلية، لان الاهل الوالد والوالده اساسا دقهلية. دقهلية. بدات الرحله بقى مع القران ازاي؟ والله طبعا هي بدات مع الازهر، لان انا تعليم ازهري. والدي لما دخلنا الازهر كان غرضه الاساسي ان احنا نحفظ القران. طبعا ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي شاف انه الازهر هو اللي هيحفظه. هو طبعا والدي كان داعي اساسا، كان داعيه يعني، فكان اهتمامه بالدعوه والقران. فكان طبعا يتمنى يلاقي فينا دي. طبعا من قبل اكتشاف الصوت وقبل اي حاجه خالص يعني. هو الحفظ في حد ذاته. ان هو في حد ذاته ان احنا نحفظ القران. حتى الاسره كلها ازهر. لكن الرحله بدات. انت كنت الاكبر ولا الاصغر في اخواتك؟ لا، الوسط. الوسط. كلهم حافظين. ما شاء الله يعني. انا اخويا الكبير امام وخطيب. خريج ازهر، وانا برضو اصول دين ازهر. تمام. المهم بدات الرحله من اول ما والدي اكتشفني. طبعا اللي صوته حلو ده تلاقيه بيدندن مع نفسه. طبعا. فانا قاعد مع نفسي كده، فبدندن ومدي ظهري لباب الاوضه كده. فوالدي دخل ولقاني بقرا، وطبعا انا ظهري له مش شايف. فسابك براحتك. فسابني، لا وقف بقى يسمعني. سابك تقرا يعني. فلما خلصت بقى خالص وقايم من مكاني كده، لقيته ورايا. فقال لي اللي انت قلته ده تعرف تقوله في الجامع؟ انت كنت كام سنه وقتها؟ يعني حوالي 9 سنين، 10 سنين. 9 سنين. اللي انت قلته ده تعرف تقوله في الجامع؟ قلت له طبعا بقى انا يعني زي ما تقول ايه، ما صدقت حد اداني متنفس. بقى انا بقرا مع نفسي. وداني المسجد. بدات رحلتي من المسجد ده بقى. من المسجد ده وانت 9 سنين؟ لا، بدات بقى يعني كده بعد ال10 سنين. روح اقرا الجمعه. بدات الناس تعرف، بس طبعا يعتبر طفل في السن ده، ما حدش هيدعوه الحفلات يعني. طبعا، بس هو الناس كمان بتشجعه. طبعا الناس بتسمع صوت طفل وبيقرا في مسجد بالوضع ده، فحاجه كويس. انطلقت من المسجد ده. كان اول احتراف امتى بقى يعني؟ اللي هو اول حفله، اول عزا قرات فيه في حياتي. من سنه 99 مع الشيخ قطب الطويل. 99. كان عندي وقتها 19 سنه. كان مواليد 80. انت مواليد 80. كان 19 سنه. كان كده مع الشيخ قطب. كان مع الشيخ قطب الطويل. خد بال حضرتك. وطبعا بس اول حفله يعني، لما تبقى مع قارئ مثلا كبير، انت لو رايح مع في حفله لوحدك او في عزا لوحدك هتعدي شويه. يعني كان كنت كان يعني ممكن تمشي المساله. انت مع قارئ بقى، ويعني وده اول حفله لك او اول عزا تقرا. تفتكر قال لك ايه يعني تعليق على ادائك؟ دي كانت اول معرفتي بالشيخ قطب. بالشيخ قطب. الشيخ قطب يومها قال لي انت خامتك حلو. خامتك حلو. الخامة دي حلوة، ما تسيبهاش. ما تسيبهاش. وتعالى لي. بدأت أنا برضو زي ما صدقت كده، والدي سمعني ووداني المسجد. فأنت شبكت في الشيخ قطب. بقى شبطت في الشيخ قطب. قريت إيه يومها؟ يوم إيه؟ لو تفتكر أول مرة احتراف تفتكر ولا؟ لا، سنة 99 بقى أنا مش. ما تفتكرش. أنا مش فاكر قريت إمبارح. أنت بتقاوم، بس أنا هجرك قراية تاني. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ مش مشاكل. لو لما انت اول لما اول حاجه بتيجي على بالك وانت رايح حفله انك هتقرا ده؟ لا. ما بيبقاش حاجه كانت معينه. مرحلة. كانت مرحله في البدايه. كنت بتميل الى ايه؟ لتفضل ايه؟ كنت بقى يعني ايه، في ارباع مشهوره كده. من قراءة من ال عمران مثلا. مثلا الربع بتاع ال عمران ده. اخر مريم واول طه كده. ربع مع سؤال عمران دي. ده اساسي. اساسي. كل نفس ذائقه الموت يعني. اي حد مبتدئ خلاص بقى ربع يدخل. يعني بالنسبه للقراء قديم قوي يعني. وطه طبعا. مريم وطه. ومريم وطه ويوسف. القران كله اي موضع. اي موضع تقرا. طب لو طلبت منك انك تقرا من مريم او طه تختار ايه؟ ما هو اخر مريم مع اول طه. طب يلا. يبقى خدنا الحسنيين. برضه جدا. خدنا الحسنيين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. الله يفتح عليه. الله يكرمك. عشان سورة طه مرة احنا كان لنا صديق في المدرسة الإعدادي كان صوته ما شاء الله كان صوته حلو قوي. هو طبعا التعليم المدني ما كملش يعني. تمام. رغم ان احنا كنا متنبئين له انه يبقى حاجة عظيمة. فلما جه قرا طه لسه صغيرين يعني. فكان الناظر المدرسة عندنا بيخطب في المساجد فحافظ القرآن يعني. هو دخل ايه طه قام قرا بقى طه قال لك ما انزلنا عليك القرآن ووقف. الله الله. وبعدين لتشقى ووقف. فقال له لما قريت يعني طه افتكرته بالخير. غير المعنى. ضيع الدنيا خالص. ما وقف وقفتين ضيعوا الدنيا. ما قال له ما انزلنا عليك القرآن خلاص. وبعدين لتشقى لوحدها. لما قال لك الشيخ قطب انه الخامه حلوه رعيها. اشتغلت على ده ازاي بقى؟ رعيتها ازاي؟ خدمت ال رعيتها ان هو قال لي تعالى لي. طبعا لمست فيه حاجه
بقول لحضرتك برضو يعني، هو انت اي حد في اي مجال كان يعني، اي مجال كان لما تبدا فيه تلاقي زملاء المجال بيحاربوك طبعا وانت لسه في البدايه. فيه يعني مش كل الزملاء طبعا يعني، طبعا في ناس كده يعني ايه بيبقى في البدايه كده انت بيستغرب وجودك في المجال، لكن بعد كده بيبقى فيه تعود بقى خلاص. وخاصه ان انت بتبقى في البدايه لازم يعني بيقع منك احكام، بيقع منك حاجه، انت لسه بادئ طبعا، فاكيد ما انتش هتعجب يعني، مش هتعجب حد. واللي بينتقدك في الوقت ده انتقاد، هو ما يعرفش مستقبلك ايه، ولكن هو بالظبط لما الشيخ قطب انتقدك من باب الاحتياط، لما قال لي تعالى لي بقى، فانا خلاص شبطت فيه، بقيت اروح له فعلا. وبدا يعرفني يعني ايه مقامات في الوقت ده. انا قعدت حوالي 5 سنين، بدات حوالي 5 سنين ما اعرفش يعني ايه مقامات. من وانت بتقرا قراءه بالفطره كده، بالفطر من اول الحفله اللي قراتها دي 99 دي، بدات انطلب في البلد كتير بقى خلاص. والحمد لله بقى لي اسم. قعدت حوالي 5 سنين ما اعرفش يعني ايه مقامات. بتقرا بما فتح الله عليك وخلاص. ربنا وفق بالفطره بقى كده، مسألة بالفطره. بدا الشيخ قطب بقى يعلمني المقامات. المقام ده كذا، والمقام ده كذا، والمقام ده بيقول كذا، واحفظ دي. خدت بس ايه الاساسيات. يعني اهم حاجه عرفت يعني ايه مقام. بدات بقى اسمع، وبدات اتعلم المقامات من اذان الناس. من اذان الناس. في واحد قاعد جنبك فاهم مقامات. الله يفتح عليك، خليك في النهواندي ده شويه، خلاص عرفت ده نهواندي. لكن فكرتش تتعلم مزيكا على ايد محترف مثلا؟ لا لا، يعني هو يعني اكاديميه حضرتك تقصد يعني؟ اكاديمي. تعليم اكاديمي. لا. يعني الممارسه خدت معايا وقت. الممارسه خلاص ما بقتش. ولا سمعت يعني؟ سمعت انت إيه؟ انت قلت اتعلمت المقامات من اذان الناس، لما حد يستحسن ويقول لك يعني بقرأ كذا مثلا، كذا. أنا بقرأ، لكن اقصد ما سمعتش مزيكا فتعلمت منها مثلا؟ لا لا لا، كمزيكا اتعلم منها المقام، وانا هعرف المقام ازاي؟ هو مهما قالت المزيكا وانا ما اعرفش المقام. لا، بعد ما عرفت المقامات يعني، بعد ما عرفتها على ايد الشيخ. طبعا ما حاولتش يعني بقى تسمع تطبق اي مقطع صوتي، سواء كان غناء او غيره، اي مقطع صوتي فتعرف ده مقام ايه، بيقول مقام ايه. والمهم بدات اتعلمت المقامات بقى. على فكره دائما يعني برضه ما انساش، علشان ما يفوتنيش، ما انساش اصحاب الفضل عليا. لما ربنا كرمني ونجحت في الاذاعه من اول مره، في الصوت اول مره خالص، لما نجحت في الصوت، وطبعا انا امتحنت ما وصلتنيش النتيجه على طول. وقاعد متوتر، يا ترى ايه اللي حصل؟ فلقيت فضيله الشيخ محمد يحيى الشرقاوي اتصل بيا. هو الشيخ محمد يحيى الشرقاوي استاذ مقالب. مقالب مش مقامات؟ لا، مقالب. لا، هو اساس كل حاجه، بس في المقالب مفيش بعد كده. فقال لي ايه يا ابني، وانت كنت مقدم في الاذاعه مبتهل ولا قارئ؟ قلت له يا مولانا قارئ. اللي يا عم بيقولوا ان انت دخلت مبتهل. قلت له يا عم مبتهل نجحت يعني ولا سقطت؟ قال لهم بيقولوا ان انت دخلت مبتهل، بس الحمد لله نجحت في القران. في القارئ. ده يعني دخلت مبتهل بس نجحت كقارئ. طبعا كان اول من بشرني بالطريقه الظريفه دي الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، الله يكرمه يعني. شوف بقى حضرتك الانطلاقه على على ساحه المدنيه حاجه، وان انت تحس نفسك في الاذاعه ده حاجه تاني. بمعنى يعني قارئ محلي. او قارئ في 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 محيط جغرافي معين يعني، محيط معين. يعني انت في كفر الشيخ، في يعني اكتر. لا معلش برضه، بتبقى معلش، هو يعني برضه ما بتكلمش على نقطه الشهره، اكم ناس مشهورين مش موجودين في الاذاعه. كتير. دي قاعده. في بعضهم يعني ما راحش، وفي بعضهم حاول وما دخلش مثلا. ولكن انا بتكلم ايه، احساسك بقى دلوقتي انت دخلت الاذاعه واصبحت في صفوف قراء الاذاعه، تعمل ايه؟ هل هيبقى بقى ادائك او اهتمامك زي ما كنت الاول؟ لا. بتبقى دفعه.
بالظبط. ان انت بقى تحاول. طب انت النهارده لما سمعت القرار في حاجه عندك نفسانية اتغيرت، احساسك؟ طبعا طبعا كتير. شايف ان في اعتراف بشكل اخر، مرحله تحول. مرحله تحول. اعتراف يا فندم، هو اللجنه بتعترف بالمعترف بيه. يعني يعني ما بقاش انا مقصر واقول اللجنه ما اعترفتش بيا. صحيح. لا، يعني انا كم ناس قالت لي هم الاذاعه راكنينك ليه؟ يا اخوانا الاذاعه ما بتركنش حد. انت رحت الاذاعه واختبرت وقالوا لك لا ما تجيش. اللجنه ما شاء الله، يعني الصوت امتحنت ونجحت من اول مره. لا انا اعرف مين اللي جوه في اللجنه. طب لجنه القران كان مين؟ ولا برضو مش لا النهارده لا اعرفهم. فضيله الشيخ السيد عبد المجيد، الدكتور عبد الكريم صالح، الدكتور محمد متولي منصور، تقريبا عشان ما انساش حد في اسمين مش عارفهم، لكن ده تمام. طب احنا عشان ما ننساش، احنا بقى انت اتكلمت على المقامات. فانا هطلب من حضرتك ايه تختارها انت كما تهوى يعني. يعني نسمع للساده المشاهدين المقامات في هذه الايه. ايه بس ترشدنا للمقام عشان اللي ما يبقاش يعني اللي ما يبقاش مثلا تقرا لنا الايه وتقول لنا دي مقام كذا. تمام. المايك بقى معاك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده مقام الرصد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مقام حجاز. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده مقام نهاوند. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده مقام سيكا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده مقام صبا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مقام بياتي طبعا المقامات كتير بقى يعني. يعني انا طيب احنا معانا يعني مقطع اسمه لحضرتك كده لانه هيدخلنا لحديث مختلف شوي. تمام. سمعونا كده يا شباب. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ده صوتك مش كده؟ صوتي؟ لا صوتك انت ده؟ صوتي الشيخ ولا شيخ ولا ده الشيخ المنشاوي؟ اه بس انت بتجيب الشيخ المنشاوي. ده الشيخ المنشاوي في النهاوند. بس انت بتجيب الشيخ المنشاوي. طبعا. طيب طبعا بس انت عشان لسه قاري فاحنا هنجيبه في الاخر. بس انا عايز اسالك عن يعني الكبار في محيطك. يعني انت قلت لنا الشيخ قطب و يعني علاقتك بيه. تمام. في محيطك لكن خارج محيطك بقى من كبار دوله التلاوه يعني من منهم يؤثرك يعني تبقى يعني حابب تسمع له استمرار رقم واحد في ال القدامى ولا الحاضر؟ لا الكبار يعني القراء القدامى. القراء الكبار. الكبار القدامى. رقم واحد الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت. وطبعا يعني بس انا عايز اسالك في حاجه. اتفضل. يعني ما وصلنا من الشيخ رفعت من تسجيلات هي دي هي دي درجه ونقاء صوته؟ مش معقول. لا طبعا مش كده. طيب درجة ونقاء التسجيلات في أيامها. يعني انت بتبني على ايه؟ يعني انا مثلا لما قرينا في الكتاب مهم جدا بتاع الحان السماء بتاع الاستاذ محمود السعداني فهو مثلا قال انه لا اللي سمعوا الشيخ رفعت على الواقع يعني لا حاجة معجزة يعني. فاللي وصل لنا ده في التسجيلات يعني مش هو ده تمام. تمام ماشي كده. تمام. لكن حضرتك انت سر اعجابك بيه ايه؟ لا حضرتك طبق اللي حضرتك بتقوله ده على اي صوت انت بتسمعه خارج. الصوت الحي غير الصوت غير الصوت بالظبط. ده الطبيعي بتاع اي شيء. الشيخ محمد رفعت تسجيلاته وصوتياته واضحه جدا. خاصه طبعا بعد الفلتره بقى لكن اللي احنا سمعناه واللي وصل لنا طبعا احنا ما وصلناش للشيخ محمد رفعت. لكن اللي احنا سمعناه ووصل لنا بنينا عليه. يعني انت كملت نبقى. الصورة انت بتكمل الصورة وبعدين ايوه حضرتك يعني حطيت ايدك على نقطة في غاية الاهمية. ان انت كملت الصورة. في واحد يسمع القارئ في مقطع معين ويقلده في المقطع ده وما يعرفش يجيبه في اي حاجة تانية. لكن في حاجة اسمها بقى تأثير وتأثر. انا لما اسمع مثلا الشيخ محمد رفعت في اي صورة تأثير صوته عليا او تأثير انفعالي من خلال صوت الرجل ده ان انا اجيبه في اي موضع تاني حتى لو ما سمعتش منه. حتى لو ما سمعتش منه. ليه؟ لان انا اتأثرت. انت كده بتاخد الروح. ايوه تمام. بتاخد الروح. لان انت مش بتسمع آية نغمة وتقولها وخلاص. لا انت عشت معاه. ده بقى الفرق لما تلاقي القارئ يجيب حاجة. الشيخ محمد رفعت تسجيلاته في القرآن محدودة. قليلة. لما تلاقي واحد بيقلد الشيخ محمد رفعت في مقطع ما سمعناهوش للشيخ محمد اصلا. ما سمعناهوش للشيخ رفعت. ما قالوش اصلا في حياته يعني ما سمعناهوش له. انت بتعمل كده. طبعا. مش كده؟ طبعا ده بقى ده الفرق بين اللي تعايش واللي سمع. يعني هو الشيخ رفعت ليه تسجيلات المشهوره قوي سوره مريم هو سوره مريم مش كده؟ الشيخ محمد رفعت انا بسمع له كتير. بسمع له كتير جدا. طب من اللي ما سمعتوش للشيخ رفعت وبتأديه بأداء الشيخ رفعت؟ لا ما اقدرش احدد لحضرتك اي موضع اقوله للشيخ محمد رفعت. طب خلاص انا عرفت مثلا ان الشيخ محمد رفعت قال المقام ده كذا وقاله بالاسلوب ده وتعايشت معاه. خلاص اختار انت. انت كده بتزنقني بقى. لا والله خالص بس انا فرحانين بيك والله لاكتر من سبب يعني لانه الحاله اللي حضرتك بتادي بيها
يعني حاجه عظيمه جدا. الله يكرمك. وكمان النهارده انت يعني عريس، يعني الراجل دخلت الاذاعه. ربنا يبارك. فبنستغلك زياده شويه. سبحان الله، هي قدرا كده. الحمد لله. هي ربنا سبحانه وتعالى. احنا الاثنين مش هننسى الذكرى دي. طبعا الله يكرمك، ربنا يبارك. طيب لو اديت حاجه بالشيخ رفعت. الشيخ محمد رفعت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ايوه، نفتح عليه. الله يكرمك. طيب ده الشيخ رفعت، مين من ال يعني مين تجذبك احكامه؟ تجذبني الاحكام؟ لا، الاحكام احكام شيخ محمود خليل الحصري. يعتبر مش يجذبك احكامه، مرجع الاحكام. مرجع الاحكام. احنا لو اختلفنا على شيء بنسمع الشيخ محمد رفعت. بتسمعوا الشيخ الحصري؟ يعني لو اختلفتوا على حاجه في على حاجة. حكم في ايه يبقى المرجع هو الشيخ الحصري. ايوه تمام. يعني مثلا احنا مره اختلفت مع الشيخ على الفرجه في حكم الاقلاب، زي هم به مؤمنون، هم به، واخد بالك؟ لا، من بعد. من بعد. من بعد. نون الساكنة وجاء بعدها حرف الباء. فإقلاب. فاختلفنا، هو يقول من بعد في فرجة. وأنا أقول من بعد. مفيش فرجة. مفيش فرجة. فنسمع مين؟ نرجع لمين؟ تروحوا بقى للشيخ الحصري. ويجوز الوجهين، يشتغل بالوجهين. نسمع الشيخ الحصري يشتغل بالوجهين. في نفس ال فمرجع. مرجع للتجويد في الصوت، في التجويد. لا انا بقول قلبنا بقى في الصوت. بالنسبة اللي للصوت. هو المصريين يسموه الحس، حسه حلو. لا، الصوت ده اذواق. اذواق. في واحد يسمع قارئ معين، وفي واحد يسمع قارئ تاني. صحيح، انا معاك جدا. لكن يعني هي حكمة سمعتها من احد الزملاء، يعني قال ايه؟ اللي ما يعجبكش فيه حاجه اكيد هيعجبك فيه حاجه. يعني لو هو كله مش حلو لكن ممكن تطلع منه بحاجه. تطلع بحاجه. فتلاقي جميع القراء عندهم الاحساس وعندهم الاداء وعندهم كل حاجه حلوه، لكن هي مساله ذوق. يعني ممكن حد يعني انا مستمتع، حد تاني لا، مش شايف. مش شايف ده. يعني مثلا عايز تسمع شجن، اسمع الشيخ المنشاوي مثلا. شجن، تسمع الشيخ المنشاوي. تقلبات نغميه بقى ومقامات، وخد بالك وتطرب. الشيخ مصطفى اسماعيل. خد بالك، هذا كل واحد عنده ما تكمل لنا. يعني كل واحد عنده حاجه. يعني انت هنا الشجن عند الشيخ المنشاوي. احكام عند الشيخ الحصري. احكام عند الشيخ يعني الحصري. ده عمدة الدولة. تمام. او ده يعني رئيس الدولة. حنجرة ذهبية بقى و الشيخ عباس واداء مسطرة. ايوه، الشيخ عباس. الشيخ عباس. فكل واحد عنده. طيب والشيخ طبلاوي برضه. كل واحد، بقول لحضرتك كل واحد عنده شيء. لا يعني اهم يعني من في وجهة نظرك الشيخ طبلاوي اهم حاجة عنده ايه؟ الشيخ الطبلاوي
يعني قارئ له نبره ونغمه خاصه. خاص حاجه خاصه. بالظبط. بالظبط. يعني ما جابش حاجه من حد. هو متفرد. متفرد. زي القدامى. يعني الشيخ المنشاوي متفرد. دي في الشيخ في الشيخ الطبلاوي. فدي موجوده في الشيخ الطبلاوي. طب الشجن. ما جابش حاجه من حد. الشجن بقى. الشيخ المنشاوي. انت بتجيب الشيخ المنشاوي. طبعا. طيب. الشيخ المنشاوي بقى هو اكتر واحد سمعته. اكتر واحد؟ اكتر حد سمعته. واكتر حد اتاثرت بيه. وطبعا الشيخ محمد رفعت عندي في المرتبه الاولى. طبعا ده يعني. لكن مع اني ما سمعتلوش زي ما سمعت للشيخ المنشاوي. احساس بقى. اكتر الايات اللي بتشجيك انت شخصيا وانت بتقراها ايه؟ يعني تشعرك بهذه الحاله من الشجن انت شخصيا. من الشجن؟ لا. الاحساس سياق الايات. في ايه تحس فيها بالشجن، في ايه تحس فيها بالحزن. في ايات. وانت بتقرا في مره كده شعرت انه الاحساس ده بيغمرك. في ايات محدده يعني؟ لا والله كتير، مش هقول لحضرتك حاجه محدده يعني. كتير. احنا ماشيين مع بعض من اول الحلقه ايه بتكنيك لطيف جدا. فانت تقول والله كتير وبتاع، فانا اقول لك هتقرا. يعني منها مقطع معين. منها منها كما تختار يعني. تمام. يعني انا عايز اجيب حاجه للشيخ المنشاوي. بالشيخ المنشاوي. المنشاوي بالذات. انا مش عارف يعني. انا القرآن كله عندي النهارده. طب ايوه ما هو انت كل مره. ده جابوك من قدامي كده كله. الحمد لله. الحمد لله. من اول استعاذه ولا من اول استعاذه وبسمله؟ زي ما تحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
صدق الله العظيم. الجمهورك بقى اكتر حاجه بتحبها فيه ايه، وحاجه تتمنى انها ما تبقاش موجوده؟ يعني طبعا هتكلم عن اكتر حاجه بتحبها يعني. اكتر حاجه بحبها في الجمهور، في جمهورك انت، ان بيفهم انت بتقول ايه، بيتجاوب بفهم، السميع المتجاوب بفهم، مش النغمه بس. يعني ما يغركش اللي يقوم ويقول حوارات كتير بتحصل في الحفلات والعزاءات وكده، لا ما يغركش الكلام ده. في واحد ممكن يكون قاعد بيهز دماغه بس كده، بس فاهم. مش شرط ان هو يقول العبارات والشعارات اللي بنسمعها والكلام اللي هم حافظينه، لا هو كده يعني ايه. ده احيانا بتحس ان الجمهور مستأجر احيانا، مش اتهام لحد يعني. لا يعني انا ما اعتقدش ان في قارئ يأجر جمهور، ما اعتقدهاش يعني. لكن هو بيتملق للقارئ، بيتملق للقارئ. يعني مش القارئ اللي جايبه، هو جاي يتملق للقارئ. فاهم حضرتك؟ بيقومه معاه. لا يعني ايه، عايز يقول لك بقى انا اهو افتكرني بقى كده. لكن القارئ هو اللي جايبه، وانا ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده. طب انت بتبقى متابع الجمهور بتاعك وانت بتقرا ولا بعيد؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني بتبقى حريص تشوف رد فعلهم؟ لا ليه، هقول لحضرتك، في احنا طبعا لفينا بلاد كتير. والبلد انت رايحها عارف جمهورها شكله ايه. في بلد وانت رايح عامل 1000 حساب، انت نازل البلد دي النهارده، عامل 1000 حساب انت هتقول ايه وهتعمل ايه، وربنا يسترها عليك النهارده. من البلاد دي ولا بلاش؟ لا قول. قول. من البلاد دي شربين. شربين، حبيبنا شربين. دول جيراننا دول. لا سميعه بقى بص، بيفرز القارئ. ونزلت مكان برضه سماع راقي جدا في اجا، قريه اسمها ميتشنا. ميتشنا. ميت إشنا. ميتشنا دي في السماع ما فيش حد يقول لك حاجه خالص. لا الله، ولا قاعدين كده. قاعدين يسمعوا. بس هزت راسه كده، رد فعلهم واصل لك، رد فعله كده وهو قاعد ساكت. الانسان ده فاهم. وبعد ما خلص قراءه يناقشوك في اللي انت قريته، في اللي انت قريته. حفظه، خد بال حضرتك، وسميعه. ميتشنا. ميتشنا دي. وشربين. وشربين. لا شربين بقى معلش، يعني القارئ اللي ينزل شربين يعمل تمارين قبلها بخمس ست ايام. رايح لجمهور فاهم انت بتعمل ايه. يعني قيمك خلاص بقيت قارئ معتمد. بالظبط. اللي ما بتحب، اللي بتبقى بتتمنى، مش هقول ما بتحبوش، لكن اللي تتمنى ما يبقاش موجود مثلا في الجمهور. اللي اتمنى ما الاقيهوش في الجمهور الحاجات اللي هي حاليا رائجه. اللي زي حالة اللي اتكلمنا عنهم، اللي هم المبالغه دي في المبالغه. لكن طبعا ابال دي اتمنى بقى، اتمنى ان صوت القران يصل الى القلوب. احنا فين؟ احنا في مصر. صحيح. دوله القران. صحيح. يعني العالم كله بيستورد القران من مصر. بيستورد القراء. يستورد. صحيح. العالم كله. انت سافرت كم دوله؟ نعم. سافرت كم دوله؟ انا رحت ليبيا. ليبيا ولبنان. ليبيا ولبنان. قرأت في السعودية بس كنا في العمرة. على عرفات. وبفضل الله تعالى كنت أول من يقرأ على الغار. على الغار. أمام. في الغار، في غار حراء. دخلت الغار. طلعت جبل النور. وقرأت فيه وأذنت العصر. ودخلت دخلت الغار جوه يعني. لا ما هو الغار غار حراء غير غير غار ثور. طبعا طبعا. غار ثور بتدخل كده. غير ثور ده بتاع الهجرة. بتطلع جبل النور. الثور ده بتاع الهجرة. ايوه بتاع الهجرة. انما غار حراء ده بتطلع، ده اللي نزل فيه القرآن. ايوه اقرأ. احساس بقى يعني، احساس مختلف كده بقى كده. فوق الجبل كده والكعبة قدامك، شايف مكة كلها، وبتقرأ بقى من قلبك. يعني الآية اللي نزلت في المكان ده، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بالظبط. ومكتوبة هناك على ده الالتقاء على يعني. ده لا يعني دي النقطة اللي التقت فيها السماء بالأرض يعني. أيوه تمام. وأنت في الوقت ده بتقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. حاجة إحساس يعني. طب هقول لك حاجة، الـ 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 الأصدقاء بقى في دولة التلاوة دي،
الجيل الجديد، الجيل المعاصر، العلاقات بينه عامله ازاي؟ بتؤازروا بعض؟ بتساندوا بعض؟ الحمد لله في مشاكل؟ يعني ما فيش قارئ قرات معاه وطلعنا زعلانين اطلاقا. طبيعي ان بيحصل بعض المواقف، بيحصل بتبقى بعض يعني المواقف، لكن بتبقى خارجه عنك وعنه. مفيش حاجه مقصوده. فهو اللي هو طبعا القارئ بيبقى فاهم دي، وانت بتبقى فاهم دي سواء كانت ليك او عليك بقى. موقف حصل بس القارئ زميلك ملوش دخل فيه. فيبقى ما ينفعش ان انا ازعل زميلك. بص انت لما طلبنا بعض الصور، فانت بعت لنا يعني خدنا صوره كده، انا يعني لما شفت الصوره قلت يا كريم الحقيقه، يعني لانها ايه احيانا بتلاقي صوره تلاقي هوى في نفسك يعني انت طبعا اي حد احنا مرحب بيه طبعا، لكن الصوره دي وروا لنا كده يا جماعه يا ترى مين اهو. ما انا لما لقيت صوره الشيخ ممدوح معاك، فهو صوره الشيخ ممدوح وصوته الحقيقه هو ليه كده؟ طيب هو يلاقي هوى في نفسي طبعا طول الوقت. وبعدين انا كمان خلينا نسمع المقطع الاشهر بتاعه للشيخ ممدوح. سمعونا كده يا جماعه. ده النجم بتاع فرج الله. لا ده حاجه تانية. لا هتقول لي الشيخ ممدوح مش هتزعلوا، وتفقدت زعلوش مننا. العالمي، مقطع العالمي. الحقيقه هي السنه انت قلتها نفحه من نفحات ربنا كده الشيخ ممدوح. سبحان الله. انت يعني هو جات ازاي؟ ربنا سبحان الله. ما هو ما شاء الله الشيخ ممدوح، ما هو نعم. انت انا اعرف ان انتوا علاقتكم قويه. لا حبيبي الشيخ ممدوح حبيبي جدا يعني. قريبين من بعض جدا. قريتوا مع بعض؟ كتير. في بداياته وفي بداياتي. يعني اتقابلنا مع بعض من زمان. فترة كبيرة قوي يعني. لا هو ما شاء الله عليه يعني. انا زي ما قلت لك انا لقيت الصورة، فانا بعترف يا جماعة لانه في بعض الناس يعني بيقعدوا ياخدوا على الحكاية دي. بس انا بقول لكم اسير اتنين يعني، هو الشيخ ممدوح واحد منهم يعني. لكن قول لي بقى يعني النهاردة توجت رحلة من 99، من قبل طبعا 99، لكن بتكلم على لحظه الاحتراف، بداية توجد بالاذاعه. احلامك ايه في في مهنتك في دوله التلاوه يعني؟ تبقى انا بقول دايما بتحب تقرا فين؟ فانت بتقول انت قريت في غار حراء وقريت. لكن في مكان تحلم انك تقرا فيه؟ احلم ان اقرا فيه؟ طبعا. فين بقى؟ احلم اتمنى ان اقرا في الحرم. في الحرم. امنيتي. فعلا. لن تستطيع الحلم حتى تحلم. صحيح. انت حد من من الولاد في لمحه الصوت؟ لا انا لسه ربنا ما رزقنيش باولاد يعني لسه ما لكن الحمد لله ربنا عليه كتير جدا. الحمد لله ربنا يكرمك ان شاء الله. لكن في الاسره، في الاسره الصوت اصلا الصوت عندي وراثه. وده عن طريق والدتي، كان صوتها جميل جدا. كانت بتنشد قصائد دينيه كده طبعا في البيت يعني. وكان خالي برضو صوته جميل جدا. وعلى فكره انا يعتبر حفظت القران منها، مع ان هي اميه لا تقرا ولا تكتب. بس كان
والدها، جدي كان محافظ للقرآن، حافظ للقرآن في الكتاب. سمعي ان كان بتصحي لي وانا بقرا. تفتكر ان والدي كان يقرا، كان بتصحي له وهو بيقرا، بتصحي له وهو بيقرا. ربنا يرحمه. سبحان الله، الله يرحمه جميعا. انا بشكرك جدا، الله يبارك، كنت معنا، واعيد يعني التهنئه بانه بتتويج المشوار بالاعتماد في الاذاعه. الحمد لله. وانا كمان اعتراف من الحلقات المحببه الي الحقيقه النهارده، في حلقاتنا في دوله القراءه يعني. الله يكرمك. وان شاء الله احنا مواصلين على قد ما بنقدر يعني. احنا كنا بنعمل كل شهر حلقه، دلوقتي يعني تقريبا كل اسبوعين. فان شاء الله ربنا يعيننا ان احنا نستضيف يعني كل من يخدم في دولة القرآن إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا. الله يجزاك شكر لحضرتك فضيلة القارئ محمد فراج أبو الخير. الله يشكرك. وبشكر حضراتكم على متابعة هذا الحوار. التقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وتصبحون على وطن.